اخواني اخواتي السلام عليكم، مرحبا بكم في درس من دروس ديال الاكسل. الدرس الاول ديال الاكسل، اول حاجه خصنا نتعرفوا على الواجهه ديال الاكسل، كيفاش نخدموا الطابلو، كيفاش نديروا الديزاين، كيفاش كذلك نزيدوا في لاطاي ديالو. راه الطريقه كتكون سهله بزاف. اول حاجه كما كتشوفوا الواجهه ديال الاكسل هي هذه، عندنا الصفحه ديال الاكوي، راه كما كتشوفوا في الوورد راه كذلك الاكسل. كاين الكاليبري، هذا لي تيب ديال الفونت اللي كاين تقدر انك تخدم به. هنا كاين لو بورديغ الاطارات، الانواع ديالهم، ملي بقات شي طابلو هنا كذلك اونكا ايطاليك سوليني بالنسبه للتكست. هنا تراب فوند ديال لي كولور اللي بغيتي مثلا تقاد واحد طابلو عند واحد ديزاين بدي كولور ولا غير بلون ديالو. هنا التكست كما كنعرفو، هنا الا باغي تزيد لاطاي ديال الكتابه، وهنا الا باغي تنقص كذلك. هنا السونتري اليني ا دووا اليني على كوش. دابا غنشوفو باغ اكزومبل كيف نقادو واحد الطابلو. بالنسبه للطابلو كاين هنا جوج طرق باش نقادو. قبل ما نقادو الطابلو خصنا نعرفو هاد لي سيلي. بالنسبه مثلا كليكيت في هاد لي سيلي هادي هنايا، درتها مثلا 15. هاد لي سيلي هادي كاينه في لالين 3 وفي لا كولون 6. باش نعرفو هادو راهم دي كولون، داير بحال هكا باش كنمشي بحال هكا، كنسمي هادي كولون وهادو كنسميو هادي لين. لي كولون هنا عندنا بالحروف ولي لين عندنا بالارقام. باش نقاد باغ اكزومبل واحد الطابلو كنسيليكسيوني قبل نشوف باش نزيدو في لاطاي ديال هاد لي ستيلو. هنا غالبا نزيدو على لارجور ديالو كيف ما هكا، وكيبان ليا بان لا ستيلو تزاد لي لارجور. هنا كنزيدو كذلك لا هوتور ديالو، يعني هاي تزاد هنا واحد لا ستيلو اللي ولات كبيره، تزادت في هاد لين ان جميع هاد لي كولون من ا جيسكا بليس، نفهم بان راه تزاد لي لا هوتور ديالو. نرجع كنترول زي، نرجع كما كان في الاول. كذلك بغيت انا نزيد بالنسبه لهاد لي ستيلو كيبان لي صغار، بغيت نزيدهم كلشي دقه واحده، كنكليك هنا كنسيليكسيونهم كاملين، وهنا كذلك كنزيدها وتزاد لي الطو، تزاد لي الطو كما غادي تزاد لي العرض. كيفما كتشوفوا بحال هكا لي ستيلو هما تبدلوا في لاطاي ديالهم. دابا غنشوفو كيفاش نقادو الطابلو. بالنسبة للطابلو الطريقة ديالو كتكون سهلة، كاين جوج طرق. هنا الطريقة ديال أنك كتسيليكسيوني بحال هكا باغ إكزومبل، كنسيليكسيوني ثلاثة وكنمشي لي بوغديغ وكندير توت لي بوغديغ، هاهو غتقاد ليا الطابلو. هنا مثلا كندير تقول باغ إكزومبل هنا البخي، هنا الكونتيتي، وهنا كذلك غنشوف غنزيد واحد الطابلو بحال هكا. هنا كنقول بان البخي توتال. دابا خصني نزيد في لاطاي ديال الطابلو بحال هكا، يبقى صغير. ابخي كذلك غنسيليكسيوني كامل وغنزيد شويه في سميتو. كما كتبان لي الكتابه هنايا كاينه في الضغط لتحت، كنسيليكسيوني الطابلو بحال هكا، كنسيليكسيوني هاد البلاصه اللي كانت فيها وكنطلع هنا الفوق، هاي طلعت الفوق، بعد حتى الوسط ديال الفوق كنحطها هنايا، ثم كنجيبها في الوسط صافي سي بون. بالنسبه لهادو هما باش كنغير الكتابه في وسط لا سيليل. اشنا هي لا سيليل؟ لا سيليل هي هاد لاكازا اللي كاين هنا كنسموه لا سيليل صافي. دابا مزيان، دابا غنمشيو الميزون فون، يعني كيفاش نديرو الالوان على اون اغيير بلان، كيفاش نديزاينو هذا. كذلك غنديروها بحال هكا كيف ما شفنا في الوورد، غنشوفو كذلك في اكسل بحال هكا. نقدر انني ندير ترانسفورم ديال البرودوي بحال هكا، كتكون سهله. كذلك نفس القضيه ديال كتغير الالوان كيف ما بغيتي، خليها باللون الازرق. هنا كتغير النوعيه ديال الكتابه كيف ما بغيتي، غنخليها انفيريور. ابخي كتزيد شويه في لاطاي شويه بحال هكا. احنا دابا شنو؟ دابا غنشوف كيفاش ندير حتى الطريقه الثانيه، كيفاش ندير حتى كرسم الطابلو. الطريقه الثانيه كنمشي لانسيرسيون، كاين عندي هنا ان طابلو كندير بحال هكا وكنسيليكسيوني البلاصه اللي غادي نرسم فيها الطابلو. دابا فاش كترسم لي الطابلو كترسم لي بحال هادي، كتسناو دي فيلتراج. انا ما بغيتش هاد الفيلتراج، كنجي لهنا كنجي دائما لكرياسيون، كنمشي كندير كونفيرتي اون بلاك، كونفيرتي واحد الطابلو عادي
هاو شتي كولوم ان كولوم دو بلاصه هذه كندير فيها الكتابه كن سيليكسيوني غادي نطلع عاوتاني خلاص كيف ما درنا ديك الساعه هنايا خلاص بحال هكا وهنا نفس الطريقه ديال الديزاين كنديرو هنا كندير نفس الطريقه الى بين نقاد الطابلو دابا شنا الديزاين وشنا كيفاش نديرو نقاد الطابلو بجوج ديال الطرق دابا غنشوف كيفاش نقدروا اننا نمسحو دي سيلين ولا دي كاز اللي ما بغيناوش مثلا غنسوبريمي هادو كنسيليكسيوني البلاصه اللي غنسوبريمي الثلاثه هادو بحال هكا يعني لا كولون سي دي او اي كنمشي لهاد لاكوم هادي اللي كاينه هنايا لاكوي كاين عندي سواء مثلا عندي افاسيتو افاسيتو يعني كنمسح كل شيء سواء كيف كيكون لا كاز عامر ولا خاوي ولا على حسب كيفاش داير كندير افاسي لو ميزون فورم ميزون فورم هو هاد لا كولو غادي كندير بحال هكا ها هو كيتسبريمي على ميزون فورم صافي نرجع كنقول زين يعني لا فورم ديالو مثلا واخا يكون هنا لا كونتيني كيكون مثلا 5 كنسيليكسيوني كنزيد هنايا كندير ميزون فورم كتبقى ليا 5 صافي صافي ولكن رجع كنترول سي ولكن الا سيليكسيونيتها بحال هكا ودرت ليها سوب افاسيتو كتمشي حتى ديك 5 دابا ارجع كنترول دابا هاد 5 هادي بغيت نمسح مثلا هذا عامر كاين فيه بزاف ديال الكتابه انا بغيت نمسح غير هاد الكتابات اللي كاين هنا كنسيليكسيوني البلاصه اللي بغيت نمسح كندير افاسي لو كونتين هيا افاسي لو كونتين ها هو كيمشي ليا الكونتين ديال هاد الطابلو هاد صافي دابا انا غادي نمسحها بعد لي سيلين بحال هكا غندير افاسيتو كذلك لي كومونتير اللي كنتي ديرهم هنا وكذلك نهاية بيرتيكس اللي عندك ديما تقدر انك تمسحهم دابا غنشوفو دي برودوي دابا غنسيليكسيوني عليهم غنقاد لي برودوي باغ اكزومبل غندير ويل غندير لي و ابخي غندير فروماج بالنسبة للبخي هنا يعني كما كنقولوا البخي هو عبارة عن أقاليم مثلا نقول 15 3 الفرماج نقول حتى هو كذلك 12 هذه بغيت نقدم انا بالدراهم ولكن كاين عندي العملات فاش كندير مثلا لانتيرسيون كتكون عندي هنا بعض العملات لا اكوينيت كيكون عندي هنا لو نومبر من النومبر كيفاش بغيتو بعض العملات بار اكزومبل شنو هما العملات اللي كاين كاين الاورو وكاينين الدولار بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا كيفاش يزيد الدرهم اللي ما كيعرفوش كيفاش يزيد الدرهم كيدير بحال هكا كيكليكي كيسيليكسيون بلا ما سيليكسيوني باغ يزيد الدرهم اوتوماتيكمون كيفاش غادي يدير يزيد الدرهم ما عرفتش كيفاش يديرها كيدير كيسيليكسيون نرجع فورسونتاج كيسيليكسيوني هادي كيمشي لاخر فورما دو كونتابيليتي اي ابخي كيمشي بيرسوناليزي هاد بيرسوناليزي كيحاول انه يكريي الدرهم كيفاش غادي يديرها انا راه ديجا كرييتها ولكن غادي نعاودها مثلا عندي هاد المربع ومربع مربع وزيرو اشنو كتعني مربع كتعني اي رقم كيف ما كان وزيرو كذلك اي رقم وكيكون فيه فاصله زيرو زيرو كنعرفوا بان البخي ديال اي حاجه كتكون فيها واحد كتكون فيها الاعداد العشريه ديال جوج ديال الارقام كنكليك عليها وكنزيد داك لا فالور اللي بغيت يتكتب حداها اشنو عندنا عندنا الدراهم عندنا اي عمله من العملات كيف ما كان النوع ديالها كندير هاد لي كوب هادو جوج ديال لي كوب راه كاين في بي سي يا ابخي كنكتب درهم من بعد كنسد بحال هكا هاد جوج الشريطات هادو اللي كندير هنا راه كاينه في بي سي في الرقم 3 الفوق يا ابخي كندير اوكي هاي تحيبت ليا بالدرهم صافي 15.00 درهم كنسيليكسيوني بغيت نديرها كامله بحال هكا غندير اوت فورما كذلك هنا كاين بزاف ديال العمولات جميع انواع العمولات ولكن الاكثريه بالاكسل هنا غنلقى الدرهم ولكن غنلقاها باللغه العربيه على ما اظن ولكن انا كيف ما قلت لكم كنختار ديك العمله اللي بغيت هاي راه ديجا كاينه هاي كنسيليكسيونيها من بعد كندير اوكي اذا ها هو تقاد ليا البخي بالدرهم صافي كنمشي كذلك لي كونتيتي كندير مثلا 5 2 1 لي كونتيتي كنحطهم في الوسط فوق ديال الوسط بحال هكا ودائما لي بخي كنحطهم في الجهه على اليمين
او لا يسار ديال البي سي كان سيليكسيوني. دابا حنا بغينا نحطو دابا حنا بغينا نحسبو هاد البخي وهاد لا كونتيتي. كيفاش نقدروا اننا نحسبو هاد البخي وهاد لا كونتيتي؟ كنديروا واحد العمليه بالفونكسيون. كيفاش غنديروا ديك العمليه؟ الطريقه هي اما الطريقه الاولى كنديروا تساوي ياك اي ابخي كنسيليكسيوني كنكليكي على لا سيلي اللي هي دي 8. فين جات دي 8؟ هاد دي ها 8 شتي دي 8 كندير ضارب لا كونتيتي صافي. يعني لا بخي توتال كيساوي البخي فوا لا كونتيتي. من بعد كنكليكي على اونتري ها هي عطاتني 75. هاد 75 غادي يرد كذلك حتى هي بالدرهم كيف ما درت ديك الساعات. ها هي رجعت ليا 75 درهم. بالنسبه للطريقه واحده اخرى بلا ما نحاول انني نحسب هادو كاملين كنجي غير هنايا حتى كيبان لي هاد زائد باللون الاسود كنجر بحال هكا كيعطيني المجموع ديال هادو اللي كاين هنا. عندنا 3 في 2 هي 6 12 في 1 هي 12 درهم صافي. دابا شنا كيفاش نقادو سميتو؟ يعني الطريقه راه كتكون ساهله. قلنا كنديرو تساوي بحال هكا وكنكليكو على ديك السيلي اللي بغينا. يا اما كانت زائد كنديرو زائد، كانت ناقص كنديرو ناقص. دابا 15 زائد 2 نشوفو شحال هذا فينا، هي 17. هاهي شتيها 17. عندي الفا سيكون فين. كاينه طريقه واحده اخرى. دابا خصنا نحسبو مثلا باغ اكزومبل بخي طوطه. عندي لو بخي طوطه لهنايا نزيدو الطابلون بحال هكا. هنا غادي ندير بخي طوطه باغ اكزومبل كيفاش غادي ندير داك البخي طوطال؟ هو المجموع ديال هادو كاملين. الطريقه راه كتكون سهله، كاين بزاف ديال الطرق. حنا نشوفو هاد الطريقه هادي. كندير تساوي يا ابخي كندير 75 وكنزيد حداها زائد وكندير 6 وكندير زائد وكندير 12 وكنضغط اونتخي. يعني راه شنو كنكليكي؟ كنكليكي على اف. اف شحال؟ اف 8 اللي هي هادي. هانتوما شوفو 8 هي فين كاينه شتي اف 8. وكنكليكي على اف 2 ثم كذلك اف 10 اللي هي هادي. ابخي كنكليكي كتعطيني 93.00 وكنحولها هنايا بالدرهم. هاي الدرهم اونتخي هاي 93 درهم. هذا هو البخي طوطا. كاين طريقة واحدة أخرى غنشوفو البخي طوطا هنا. واحد الطريقة أخرى كنصايبها بفونكسيون كاين في بالي هاد اف لي اكس كاين هنا كنكليك عليها. هنا كيخرج لي على مجموعة ديال لي فونكسيون. هنا كيكون لي ديغنيغ اوتيليزي، يعني دوك لي فونكسيون لي ديجا درتي قبل من الاول. انا ما بغيتش نخدم ولا توت لي فونكسيون. توت لي فونكسيون هانتوما راكين بزاف هنا ديال لي فونكسيون لي غنخدمو نشوفو المعظم ديالهم. مثلا انا بغيت مثلا اشنو سميتو؟ سميتو الصون. غنكليكي غندير الصون غندير غشاء. هايا هايا خرج لا صوم تاع بلاط باش تخرج. هاي كاين بزاف ديال لي صوم. كاين عندي انا صوم ولا كنديرو بزاف هنا كنديرو عاد لي ديغني ريتيليزي اصلا راه كتبان لي هنا لا صوم. هايا كنكليك اوكي ياك لا صوم ديالاش بغيت هادوك مثلا عندنا لو نومبر 1 لو نومبر 2 لو نومبر 3 ياك لا غادي ندير لا صوم. كتسيليكسيوني هادو بحال هكا كنسيليكسيوني لا بلاج كيتسمى لا بلاج من اف 8 حتى اف 10. هاهي من اف 8 حتى اف 10 وكنديرها اوكي. هاهي كذلك غتعطيني 93 درهم ديروكتوم. هادو هما جوج الطرق. كاين عاوتاني واحد الطريقه هي كاين هنا لاصوم. هاهي كاين هنا لاصوم. كنجي مثلا هنا كنشوف هاد لاكازا دابا نقاد فيها واحد لاصوم اخر كنجي لهادي هنا كنسيليكسيونيها ياك. ابخي كيقول لك النومبر 1 النومبر 2 النومبر 3. انا كنسيليكسيون هاد لي نومبر كاملين. هاهي من اف 8 حتى اف 10 دوك اللي بغيت نديرهم المجموع. ابخي كندير اوكي. هاهي عطاتني 93 درهم. اذا كانت هادي هي الدرس ديالنا. وهذا الدرس بالنسبه للدرس الاول عباره عن مرحله تمهيديه. الحصه الثانيه ان شاء الله غادي نشوفوا تمارين تطبيقيه اللي نقدروا اننا ندربوا كيفاش نخدموا بالاكسل. دمتم في رعاية الله ويحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.